لبريطانيا اللي هي يعني حاولت تجرب لقاح جديد للخلاص من هذه الجاحنة. لقاح أكسفورد ليس فقط بريطانيا وإنما معظم دول العالم الآن في طور إنتاج وتجريب وابتداع يعني علاج معين لهذا المرض ولهذه الجائحة الغير معروفة، يمكن أنه راح نتوصل إليها بيوم من الأيام ونخلص من هذه الغمة إن شاء الله. لنتابع هذا التقرير. كورونا فيروس غير حياتنا، فلا يوجد غير طريقة واحدة تخرجنا من هذا الوباء وهي تطوير لقاح، حيث يجري الباحثون تجربة لقاح أكسفورد الذي يقود السباق العالمي على أكثر من 10,000 شخص في بريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا. اللقاح في جامعة أكسفورد وأيضا في جامعة إمبريال كوليدج، هي عدة جامعات اجتمعت وقررت أنه بداية التطبيق على 500 شخص. الإجراءات التي اتخذت في البحث حقيقة وصلت إلى مراحل متقدمة، وكانت الفكرة هي جلب فيروس اسمه أدينو فيروس، هذا خاص بالشمبانزي، يصيب الشمبانزي دائما بالزكام، فأفرغوا هذا الفيروس وجلبوا بداخله الكود الجيني الخاص بكوفيد 19 الذي فقط ينتج غلاف خارجي به النتوءات الخارجية التي تخدع الجسم، جسم الإنسان، وتدخل في الخلايا، بحيث أن هذه الخلايا قد تنتج مضادات لحيوية ضد هذا الفيروس. اللقاح الذي ابتكره فريق من جامعة أكسفورد بقيادة البروفيسورة سارة جيلبرت بالتعاون مع شركة أكسترازينيكا السويدية البريطانية لتصنيع الأمصال سيكون مجانا، وستبدأ بطرحه أولا للجماعات الأكثر تعرضا للخطر وسيوزع عالميا. سيتم تزويد دفعات لأمريكا وبريطانيا وأوروبا وبقية دول العالم حسب المبالغ المستثمرة في حال نجاح اللقاح. وقد وقعت كل من إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا اتفاقا على شراء 400 مليون جرعة من اللقاح المحتمل، يتضمن دفعة أولى قدرها 60 مليون جرعة، وستكون متاحة اعتبارا من خريف هذا العام. يعمل العلماء بسرعة غير مسبوقة لأزمة صحية عالمية، العمل الذي يتطلب سنين ينجز في شهور. كل يوم نقترب من تطوير لقاح لوقف فيروس كورونا، لكن يجب أن يكون آمنا وفعالا، والجميع ينتظر. يبدو أن جامعة أكسفورد ستصنع تاريخا. بركان الشكرتشي، العراقية الإخبارية، لندن.